أكبر سعادة في الحياة ليس أن يأتي ابني ولا ابنك بشهادة الدكتوراه في 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 النانو، لا والله، أكبر سعادة يوم أن تراه ساجد في الأرض ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جنة. أكبر لذة ترى ابنك في جوف الليل مختفي بالليل وهو قد توضأ ونصب يديه وقدميه يدعو لك ولأمه، والله إنها الجنة. ربوا أبناءكم على هذه العلاقة مع الله. اللي سيحفظهم ليس أنت ولا أنا، اللي بيحفظهم هو الله. اللي سيرزقهم ليس أنا ولا أنت، هو الله. اربطه بالله جل وعلا، فصلاح الأبناء صلاح الأبناء جنة. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر منها الولد ووصف الولد بالصلاح فقال ولد صالح يدعو له.